نجوم هنا في الاستوديو طبعا عن مباراة الاهلي القادمة سواء بقى في الدوري المصري ومباراة الرجاء وايضا النجم الساحلي في دوري ابطال افريقيا. بقاء لله ودوام لله، ويا رب يجعل آخر الأحزان. هو راجل اجتماعي وبيعرف الواجب كويس، فبالتالي كلنا جايين بصفة شخصية قبل ما تكون صفة واجب. الواجب ان هو راجل بيهتم بكل كبيرة وصغيرة في الحتة الاجتماعية، فبالتالي جايين بنقول له البقاء لله والدوام لله، ويا رب يكون آخر الأحزان. البقاء لله، وربنا يجعل آخر الأحزان إن شاء الله للأسرة، وإن شاء الله ربنا يعزيهم الوقت اللي جاي. طبعا طبعا ال20 عزيز علينا كلنا واب لينا كلنا، بعيدا عن الشغل وبعيدا عن كل حاجه. خالص العزاء من اسره النادي الاهلي جميعا لل20 شمس، فقيد الرحمه والاهل الصبر والسلوان ان شاء الله. طبعا البقاء لله، واحنا اسره النادي الاهلي كلها بتعزي اللي هو 20 ويشد حيله، وربنا ان شاء الله يرحمها باذن الله.